مقادير الدجاج المشوي بالكزبرة: رح نحتاج ضبمة كبيرة من الكزبرة، نص كيلو من الفلفل الحار الأخضر، دجاج صغير، راس ثوم، عصير من حبتين الليمون، زنجبيل مبروش. رح نحتاج كمان بهارات مشكلة، ملح حسب الرغبة، وأربع معالق كبار من الزيت أو الزبدة. طبعا رح نبلش بتتبيلة الجاج. هون عندي قطع من الجاج الكاملة، او هي جاجة صحيحة كاملة، رح نعملها تتبيلة. طبعا في انواع واشكال كتير من صواني الجاج او خلطة الدجاج. اليوم حبيت انا طريقة الكزبرة نضيف لها شوي من الفلفل الحار والزنجبيل والتومة، ونعطيها هيك شوي عصرة ليمون، تعطينا هيك نكهة كتير طيبة مع الجاج. رح ناخد اول شي هيك صحن غميق شوي، خلينا ناخذ هاد لحتى نتبل الدجاجة. طبعا نعملها التتبيلة، حكينا ضمة كزبرة مفرومة خضراء، فلفل حار، ممكن نحط قرن، نحط تنين، على حسب طبعا الرغبة وعلى حسب قد ايه بتتحملوا الحر، بس هو اللي رح استخدمه كتير حر. راح نحط تومة، طبعا انا حاطه بالمقادير راس تومه، طبعا لما تكون الكميه دجاجتين او ثلاث دجاجات هاي بكفيها اربع اسنان من التومه. عندي العصير الليمون، رح ناخذ رشه ملح، اكيد ممكن نحط كمان فلفل اسود مجروش او بابريكا على حسب طبعا الرغبه. انا رح احط شوي من البابريكا كمان لحتى اعطي لون الحمار للدجاج. معلقه من الملح، عندي الزنجبيل الطازة، بحب احط الطازة، ممكن كمان يعني بترجع لإلكم ايش نوع البهارات بتحبوه، ممكن تحطوا توم بودرة، بصل بودرة، على حسب الرغبة. هاي الحشوة او هاي الكزبرة كتير بنستخدمها بحشوة السمك، كمان بتطلع كتير طيبة. بعد ما حطينا الكزبرة رح نضيف زيت ذرة، سمنة، زيت زيتون على حسب الرغبة، وراح نحط شوي من البابريكا المطحونة ونفركهم بهالطريقة. يفضل نتركهم على القليلة ساعة لساعتين الدجاج لحتى ياخذ نكهة الكزبرة مضبوط ونكهة التومة والفلفل الحار. رح ناخذ طبعا اشي اكبر لحتى نحط قطعة الدجاج فيها. هلأ منحاول لما نمسك قطعة الدجاج شوي عندي من الجلد، أحاول شوي شوي أفتح الدجاج لحتى أحط من الحشوة داخلها. رح نحط إشي بسيط جوا، والباقي طبعا ندهنه على الدجاجة ومندخلها الفرن على حرارة 180 لمدة ساعتين، ساعة ونص لساعتين على نار هادية، يعني أحمى شي 180. إذا حطتوها معاكم وقت تحطوها 170 167 أو 60 بكون كمان الدجاج بكون طعمه كتير أطيب. طبعا هلأ هيك حطيناها، المفروض لما احطها انا بالصينية ما اضيف المي مباشرة على الدجاج لحتى ما تخرب التتبيلة. بنحطها على جنب ومنغطيها بورق قصدير، طبعا بنحط ورق غار، كمان بنحط بصل كأنه عم نسلق الدجاجة، بنحط لها منكهات كمان عشان ريحة الزنخة. طبعا رح اقيم الدجاج، انا حاطة اكيد لانه هو بدها ساعة ونص. رح اقيم الدجاج الموجود بالفرن، عندي دجاجتين مشويين بس بيكونوا جاهزين، ممكن تقدموهم جنب خضار مسلوقة، ممكن تقدموهم جنب متومة، تعملوا المتومة التوم مع المايونيز كمان بتطلع كتير طيبة. طبعا رح احضرهم انا من الفرن نقيمهم، لهيك مشاهدينا رح نطلع لفاصل سريع، خليكم معنا.